أجهزة لفحص كورونا ومخابر لصالح وزارة الصحة. عمليات التوعية والتحسيس تتواصل على مستوى جميع ولايات ومقاطعات وقرى الوطن، وتجاوب المواطنين هو العنوان البارز. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة من قناة الموريتانية التي تصحبني فيها بلغة الإشارة زميلتي عائشة بنت علي. أطلقت سلطة منطقة وذيب الحرة عملية تعقيم ورش لشوارع رئيسية وكبريات الأسواق في المدينة، وتدخل هذه العملية في إطار تنفيذ خطة عمل وضعتها السلطات العمومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. دعما للجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبالتنفيذ من شركات نظافة وتحت إشراف سلطة منطقة وادي بوالحرة، بدأت عملية تعقيم ورش الشوارع الرئيسية والأسواق الكبرى في مدينة وادي بو. رئيس سلطة منطقة وادي بوالحرة سيد أحمد تيجاني تام رفقة الأمين العام للسلطة سيد بوبومت الخالص عاين الآليات التي ستستخدم في العملية قبل انطلاقتها رسميا، وتعرف على حجم الوسائل اللوجستية والبشرية المرصودة في إطار الشراكة بين الشركات المتعاقدة لنظافة المدينة والخلية المكلفة بملف النظافة على مستوى سلطة منطقة وادي بو. وقد دعا رئيس السلطة القائمين على هذه العملية إلى بذل كل الجهود لتشمل كافة المناطق الحيوية في المدينة مع مراعاة تدابير الفنية المتبعة أثناء عملية التعقيم والرش. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات اللي قائمة بهم سلطة منطقة وادي بو الحرة تطبيقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني والحكومة بصفة عامة. وهذه عملية قامت بها عدة شركات النظافة اللي تشتغل في منطقة وادي بوالحرة من أجل تقديم دعمها للمجهود الحكومي اللي مقيوم به، والعملية سوف تدوم إن شاء الله 3 أيام ولتعدل دائماً في أوقات الحجر التجول ياك يعود ما يعود من خطر على المواطنين. و البرودوي يتليزي على الأساس هما تعقيم ورش الشوارع الأساسية والأسواق، ومن هنا أشيد بتجاوب الإيجابي لساكنة مدينة وادي بو من أجل مكافحة هذا الفيروس، وإن شاء الله سوف نقوم بعمليات اللازمة من أجل دعم الناس اللي متضرة هذه العمليات، وإن شاء الله سوف تكون هناك عملية واسعة من أجل مساعدة المحتاجين طبقا للتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. ومباشرة بعد دخول وقت حظر التجول شرعت الفرق المكلفة بهذه الحملة في عملية رش شاملة بدأتها من السوق المعروف بنقطة ساخنة باتجاه كبريات المراكز التجارية على طول الشارع الرئيسي. مباشرة بعد بداية حظر التجول بدأت عملية التعقيم، وهذه العملية التي تستهدف الشوارع الرئيسية الرسمية في المدينة والأسواق، والتي تتواصل مدة 3 أيام قابلة للتجديد. وتشارك في عملية تعقيم ورش الشوارع والأسواق في مدينة وادي بو فرق متنقلة وأخرى ثابتة تعمل بالصهاريج وتقوم بالتدخل أساسا في المناطق التي تضم الفنادق والمؤسسات التجارية والشوارع الرئيسية. قدمت هيئة التضامن للبنك الوطني الموريتاني صباح اليوم في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي مجموعة من المساعدات الطبية لصالح وزارة الصحة، وقد تمثلت هذه المساعدة في كمية من أجهزة الفحص لمرض كورونا ومخابر مع خبراء لتكوين الطواقم الصحية الموريتانية على التعامل مع هذه المعدات. معدات طبية مهمة وصلت نواكشوط على متن هذه الطائرة كمساعدة من هيئة التضامن للبنك الوطني الموريتاني، تتمثل في أكثر من 20,000 فحص لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وستة مخابر لمعالجة هذه الفحوص، إضافة إلى طاقم فني يتألف من 4 فنيين لتدريب الطواقم الموريتانية على التعامل مع هذه المعدات. مستشار الوزير الأول السيد هامباتيبا
قال خلال إشرافه على تسلم هذه المعدات إنها ستسهم في الجهود الوطنية لمحاربة هذا الفيروس الذي أرق العالم والذي تشكل الوقاية منه أهم علاج متاح حتى الآن. المدير العام للصحة أوضح أهمية هذه المعدات في هذا الظرف. هذا كيف تشاهدوا مساعدة عبارة عن من تقنيات الفحوص، معناها الآليات تعدل بها فحص عن هذا المرض كورونا، وهذا كامل تم بتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة غير حكومية اللي هي اد او مالاد انديجان. نسقوا العملية الى ان الحمد لله وصلتنا هذه الكمية من وسائل الفحص. وأكدت هيئة التضامن للبنك الوطني الموريتاني سعيها من خلال هذا الدعم إلى مواكبة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجائحة. هذه هدية من هيئة خيرية البنك الوطني الموريتانيا بانم، وتتألف من 20,000 جهاز وستة أجهزة للفحص هذا المرض ما يسمى كوفيد-19. وفي نطاق المحاربة ساهمت البنك الوطني الموريتاني في هذه الأجهزة، وجاءت مباشرة من ألمانيا في هذا اليوم في هذه الطائرة الخاصة. ويعول على جهود الجميع في العمل المشترك للتصدي لجائحة كورونا التي باتت تؤرق مختلف بلدان العالم. والآن مشاهدي الكرام نتابع صورا مباشرة من ولاية نواكشوط الشمالية، وهي تعيش حظر التجوال على غرار باقي ولايات الوطن. مشاهد حية ترصد جوانب من بدء حظر التجوال على مستوى هذه الولاية التي تعيش حالة هدوء وسكينة تعكسها الشوارع الخالية من المرأة تطبيقا لإجراءات حظر التجوال الذي تقررت مؤخرا من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. كما تتابعون صور ومشاهد تعكس سهر السلطات الأمنية على تطبيق هذا الإجراء في إطار حزمة التدابير الوقائية التي فرضتها السلطات العمومية حماية للمواطنين من فيروس كورونا كوفيد-19. وهذه الاستراتيجية التي تبعتها الحكومة الموريتانية في التصدي لهذا الوباء أشاد بها الجميع على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، ونوهوا بأهميتها وبدورها الفعال في الحد من انتشار هذا الوباء، حتى أن السفير والمستشار السابق للرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران أكد أن هذه التجربة التي تخوضها موريتانيا يجب أن تكون مثالا يحتذى في القارة الإفريقية، لأنها كانت ولله الحمد فعالة في تصدي لوباء كورونا وللحد من انتشاره ولله الحمد داخل بلادنا. كما تشاهدون هذه الصور تعكس مدى تجاوب وتفاعل المواطنين والتعاطي الإيجابي مع القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص حظر التجوال، والذي يبدو أنه هو الطريقة الوحيدة عالميا للحد والوقوف في وجه جائحة كورونا المستجد التي أرقت العالم وأتعبته وساقت مئات الأرواح بل آلاف الأرواح في العديد من بلدان العالم. ونحن ولله الحمد كنا سباقين بإجراءاتنا الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقوف في وجه هذا الوباء الفتاك، وبالفعل هي الاستراتيجية التي ولله الحمد آتت أكلها وساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار هذا الوباء بين المواطنين الموريتانيين. وكما تابعتم معنا الآن ينضم إلينا مراسلون لالا مد من نواكشوط الشمالية وزميل عمر بلول من كيهيدي. أبدأ معك زميلة لالا، ماذا عن الأجواء؟ لالا هل تسمعينني زميلة لالا؟ نعم أسمعك لالا. إذن زميلة لالا، ماذا عن الأجواء بصفة عامة هذه الليلة على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية؟ نعم زميلي، الأجواء كما يبدو هادئة جدا، تبدو شوارع شبه خالية من الحركة منذ ساعات الأولى، ونحن نرابط في هذه المنطقة هنا حتى قبل دخول وقت حظر التجول قبل الساعة 6 مساء. لاحظت أنه في بداية دخول وقت حظر التجول كانت هنالك حركة شديدة للمواطنين حتى يأخذ كل موقعه قبل دخول الوقت الذي يميز وقت حظر التجول في هذه الشوارع.
زميلة لالا، كيف كانت كواليس حركة المقاطعة قبل بدء حضرة الجوال؟ الكواليس تميزت أكثر بأن يعني المواطنين يعني بدأت هنالك حركة. نعم، كانت هنالك حركة توحي بأن يعني المواطن ربما يسابق الزمن من أجل الوصول إلى البيت قبل وقت حضرة التجول الساعة 6 مساء. ربما يوحي هذا زميلي أو يعكس مدى تقبل المواطن في نواكشوطة الشمالية لقرار حظر التجول الذي بطبيعة الحال يصب في المصلحة العامة للوطن وأيضا في مصالحهم الشخصية، يعني من أجل احتواء هذا الوباء. وطبعا يدخل هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل احتواء هذا الوباء، لكن يعني بما أن حظر التجول هو أكثر شيء يمس المواطن أو ربما الشيء الجديد على حياة الروتينية للمواطن الموريتاني، يبدو يعني مستوى تقبل المواطن لهذا القرار يعكس الكثير من يعكس الكثير من التجاوب لكل القرارات المتخذة لاحتواء هذا الوباء. إذا زميلة لالا مد ابقي معنا، شكرا لك، لنا لك عودة إن شاء الله خلال هذه النشرة. في إطار الخطة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا، تقرر منذ ما يزيد على أسبوع توقيف حركة السيارات والأشخاص بين ولايات الوطن، وقد نجم عن هذا الإجراء ازدحام السيارات والأشخاص خاصة عند مداخل العاصمة نواكشوط، مما يتسبب أحيانا في عدم احترام المسافة الصحية. فرق من الشرطة الوطنية وأخرى من الدرك الوطني تضع حواجز حديدية عند المعابر المؤدية للعاصمة نواكشوط، وذلك ضمن التنفيذ الصارم لإغلاق حدود نواكشوط المنتهية شرقا عند قرية تفريت، وجنوبا عند نهاية قرية تواج، وشمالا عند بلدة طويلة، وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار مطار متونسي الدولي. الإجراء المتخذ من قبل السلطات العمومية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد صاحبته زحمة للباصات والسيارات التي يرغب أصحابها في دخول العاصمة، الشيء الذي خلق حالة من عدم احترام المسافة وولد عبان على كاهل القرى المجاورة لنواكشوط. وبصباح نحن هون في قرية دغمشة عندنا مقفولة قدامنا الطريق ومقفولة قدام المواطنين اللي جايين نواليبو وعادوا يرجعوا يتواجدون هون في القريه في البدايه، واصبحنا مضطرين من ذيك الوضعيه. ونحن بعد هون في قريه تنغمشه الناس اللي جاتنا في البدايه بدات ما تفهم الرساله يا غير من خلال توعيتنا احنا لها ومن خلال استماعنا لوسائل الاعلام وذيك الروايات اللي نسمعوا منها، كل ما وصلنا الرساله لحد تقبلها بروح رياضيه الدوله الموريتانيه هي اللي امرت بقفيل الطريق، وشاكرين بالمناسبه السلطات الأمنية اللي سهرت على هاي القضية، واللي نحن هون في هذه القرية كنا مواكبين عملها وقطعا على أنها ما قد خلات رقاش السلل وعد المدينة. نحن هون عند 32 حدود تابعين لنواكشوط، أت مثلا القفلة قبلتنا ما ترينا متوصلين لنواكشوط ولا ترينا مولي واعدين قشوشة، وصبحنا والله اللي فاضع جمتين علينا حتى، ولكن قاعد مولي ما خالق يكون الخير، لكن اللي عدى المولانا فينا ماضي كامل والعدل تمولي الدولة ما هو شي قاعد يسول عنه من هنا خلق هذا. مثلا رد الناس ويصيف والله اللي تواجدت الناس أيامها الأولى علينا هون، وصبحنا والله اللي مثلا من عاني قاعد كوننا مثلا ياسر من الناس اللي من هنا جينا نقولوا له عنا ما قدوا نستقبلوا حد. نحن ساقنا طريق الأمن والله قفل عن المرض عن كورونا اللي زين عندنا، حتى قلنا احنا بينا جينا لا حد مارق ولا حد داخل مولي اذا متاثرين منه، عاد جينا الناس تخاطر عندهم ساكنه عندهم متاثرين من القفل بما نحن تجارتنا لا حد واخذ لنا ولا حد داخل. انا من السكان هون هاي القرى هون اتياه على طريق الامن هون اتياه، وعندي الحمد لله سابق تنقفل الطريق مستفادين، وعندنا نقفل الطريق ما تينا مستفادين وتوب الحمد لله هذا اللي معدل الدوله كامل زين عندنا. ورغم هذا المظهر الذي لا يتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، فإن بعض السائقين ممن يسمح لهم بالعبور يؤكدوا على احترام التدابير الوقائية عند سلوكهم لهذه المعابر. أنا هذا ناقل الحمد لله ناقل مبين تانيت وفور ناقل الحوت،
وقطعنا ما شاء الله مجهودنا فيه زين ما شاء الله ومتعاونين كاملين والطريقه نردوا بها الحوت معقمين يدينا الحمد لله ورافدين معنا عرض الجفل والصابون قدام سامحيننا بلا برقاج ومع الشوفير والبضاعه نرفدوها الحمد لله وهذا كان متعاونين به ونين نجبروا رقاج هما اللي في الطريق نقولوا له عنا ما نقدروا نرفدوه به ما مسامحنا بنرفدوا ما وبضاعتنا الحمد لله متعاونين مع السلطات متعاونين مع الدوله بان الحمد لله اذا الوباء راجي من عند مولانا لا يرفعوا عنا ان شاء الله متعاونين اذا لقات الدوله نحن لابد نطبقه. وتعمل السلطات الامنيه والعسكريه عند معابر العاصمه على التنفيذ الدقيق للتعليمات الصحيه ومنع اي اختراق لها. هاي المندوبيه العامله للامن المدني وتسيير الازمات جات هنا من اجل اسعاف المواطنين اللي كانوا على هذا الاتجاه. بعدين خلق هذا التوقيف بعدين بين جميع الولايات خلق هنا زحمه عارمه ولذا قامت الاداره والمندوبيه على انها قررت بانها كل اتجاه تجير عليه سيارة إسعاف والأمور هم ما شاء الله طبيعية لذوق النهارات الأولين اللي كان فيها وكانت فيه هنا زحمة مانعة وبعد ذاك ما شاء الله الحالة طبيعية ما فيها أي شيء الحمد لله ولا قد أصبرنا أي شيء سوشم. ومن أجل منع انتشار فيروس كوفيد 19 تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة لعاصمة نواكشوط داخل محيطها الحضري وذلك على غرار باقي ولايات الوطن. معابر أحكم إغلاقها وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية اتخذتها السلطات العمومية في سبيل منع انتشار جائحة كورونا العالمية ببلادنا. من معبر نواكشوط واد الناقة لقناة الموريتانية عبدو الحميد السالم. شكرا زميل عبدو وبالعودة إلى ولاية نواكشوط الشمالية ينضم إلينا من هناك مساعد أول يزيد به محمد يعقوب من التجمع العام لأمن الطرق الإدارة الشمالية. مرحبا بكم معنا. أولا ماذا عن الدور الذي يلعبه قطاعكم في سبيل تطبيق الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى محاصرة هذا الوباء في بلادنا؟ تحول تجمع العالم الطرق هاي النقاط هو الأكثر حركة وهي النقاط هي صكوك وبتروديز والحي الساكن والمقاومة. سيد المساعد كيف ترون تجاوب المواطنين مع هذه التعليمات والتزامهم على وجه الخصوص بحظر التجوال؟ في البداية كان التجاوب نسبي اليوم الأول والثاني وبعد ذلك بدأ المواطن يستجيب لله الحمد حيث وصلت الاستجابة نسبة 90% ونعتبر بأننا نجحنا لله الحمد في 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 هذه المهمة ونعتبر أن المواطن أيضا بدأ يستجاب نعتبرها كاملة. إذن السيد يزيد به والمحمد يعقوب مساعد أول من التجمع العام لأمن الطرق الإدارة الشمالية شكرا جزيلا لك كنت معنا ضيفا في هذه النشرة ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم. والآن مشاهدينا الكرام نتابع صورا وصلتنا قبل قليل من مقاطعة كيهيدي وهي تعيش حظر التجوال على غرار باقي ولايات الوطن. إذن هذه مشاهد حية ترصد جوانب من بدء حظر التجوال على مستوى هذه المقاطعة التي تعيش حالة هدوء وسكينة تعكسها الشوارع الخالية من المرة تطبيقا لإجراء حظر التجوال الذي تقرر مؤخرا من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. كما تتابعون صورا ومشاهد تعكس السلطات الأمنية على تطبيق هذا الإجراء في إطار حزمة التدابير الوقائية التي فرضتها السلطات العمومية حماية للمواطنين من فيروس كورونا كوفيد 19.
كيهيدي كما تعلمون هي المدينة الثانية التي تم فيها رصد حالة من هذا المرض كورونا. الحالة كانت الحالة رقم 5 التي ظهرت في موريتانيا لمواطن عائد من السنغال، وقد تم نقله مباشرة إلى المكان المخصص للمصابين بهذا الوباء هنا في نواكشوط ويتعافى ولله الحمد. من مقاطعة كيهيدي ينضم إلينا مباشرة موفدنا محمد أعمر بلول. بلول أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. زميل بلول، كيف تعيش مقاطعة كيهيدي الحظر الليلي وأجواء التصدي لوباء كورونا؟ زميل بلول هل تسمعني؟ نعم، مساء سعيدا لك زميل محمد ولجميع مشاهدي الموريتانية. مدينة كيهيدي تعيش على وقع حظر التجوال في ساعاته الأولى، أي الساعة 6 مساء يتم إغلاق شوارع المدينة بأفراد الأمن الذين يجبون الشوارع جيئة وذهابا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الأمنية وفي مقدمتها حظر التجوال. سكان مدينة كيهيدي للأمانة لم نشاهد أي خرق لهذه الإجراءات الاحترازية ولحظر التجوال، يبدو أنهم أيقنوا أنه لا مفر من تطبيق هذه الإجراءات ومن تطبيق حظر التجوال من أجل التصدي لوباء كورونا الفتاك، خاصة وأن المدينة قريبة جدا من الحدود السنغالية. زميل بلول، هل من جديد فيما يخص عدد المحجوزين صحيا في هذه الولاية، وماذا عن إجراءات إغلاق الحدود؟ نعم، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد كما يقال في ما يخص المحجور عليهم في مدينتي في ولاية غورغا العامة. المحجور عليهم يبلغ عددهم 64 في الحجر الصحي في مختلف في عدد من مقاطعات ولاية ومراكزها الإدارية. هناك من يحجر عليهم داخل الولاية، هنا داخل مدينة كيهيدي تحديدا في بعض الفنادق، لا جديد في مجال الإصابة ولله الحمد، كما أنه لا تطور للمشهد الصحي فيما يخص تفاقم أو أي شيء من هذا القبيل. فيما يخص الحدود مغلقة حتى اللحظة ومحكمة الإغلاق من طرف قوات الأمنية التي ترابط على نهر السنغال الذي يحد جار السنغال والذي تأتي منه دائما أو يأتي منه المواطنون الذين القادمين من السنغال. كما تعلم السنغال جارة وهناك حدود طبيعية، لكن هناك أيضا حدود أكثر من طبيعية وهي الحدود الاجتماعية. هناك موريتانيون لديهم إخوة وآباء وأبناء في السنغال والعكس صحيح، لكن حسب ما توصلنا إليه معلومات الليلة هو أن السلطات الإدارية والأمنية تقول بأنها تسهر على تطبيق هذه الإجراءات في مقدمتها ضبط الحدود بين الجارة السنغال، بما أنه معبر يومي كان للمتسللين. لا جديد يذكر في هذا المجال، نحن ما زلنا نبحث عن معلومات لكن حتى اللحظة لا جديد ولله الحمد. إذن زميل محمد أعمر بلول كنت معنا من كيهيدي، شكرا جزيلا لك وشكرا كذلك لزميلة لالا منتمد، شكرا جزيلا لكم. تشكل منطقة تمبدغة وضواحيها مركز إشعاع ثقافي وعلمي وفني ومنطقة انتجاع وسياحة خلدتها القوافي والمقامات الإبداعية، ومساهمة منها في جهود تحسيس لمواجهة فيروس كورونا تقوم الأسر الفنية بدور معتبر يجعلها تكسر روتين الحياة وتغير من نمط جلسات الأدب والفن تلبية لضرورات التوعية. قطع تمبا ربع من ربوع خلدتها القوافي والأذكار وانهجرتها في هذه الأيام مظاهر الخضرة والماء. فبينما تمتد تمبدغة المدينة الأكبر من عاصمة الولاية بجوار أطول حدود مع مالي،
يحافظ السكان على الأصالة ويتعاملون مع المستجدات بمفردات العصر، متمثلين النصائح والإرشادات في زمن الكورونا. هذا جبل ينصقلوا فيه الكساء يعقموا به، عقب كل رقاش يعقموا الكسان. يلا أما اللي تعود كل طابلة عليها ياسر من الكسان سادة الناس كاملة، كلها كاس واحد، كل حد كاس واحد. بحفاوة تقيدها ضرورات الوقاية، تعدل أسرة أهل النان العريقة من طقوس جلسات الشاي والطرب، وتتبع نمطا في التعقيم والنظافة لا يفقد الجلسة نكهتها إلا بالقدر الذي يثير شجن حضاتي قائد الجوق الذي يجد بعض الحرج في تطبيق هذه التعاليم. أثقل اللي رأينا مدمتها أجره هي أخوت وأصحاب ولا فيها الشيء أزوج شنو ولا فيها الظن مش إلا أنا قلت السلام وقلت تصافح لكن أوامر نبي عندنا نعدله أخرى ولا هي أثقل اللي رأينا مش لا ينصحوا الناس إن اللي جاي كامل من الخارج لا يزر الضر لنا وجروا المؤمنين وجروا المسلمين. أخير قلت لا فعل مولانا أن لا نعلم به والله نشوفه والله نعلق عليه لا لحقنا أهل السلطات. إذا قلنا لا قلت ما دريت بالنسبة إحنا الشعار قلت ما دريت ما قل علينا. العودة إلى ألق جلسات الفرح دون قيود، وتر يعزف عليه الجميع مع اتباع الأسباب والعزوف عن كل ما من شأنه أن يشيع الوباء. يا ربي وقت انك قادر نجينا يا رب احمينا من كورونا لاني قادر عن بلاد عن بلاد المسلمين من كورونا. سعيد الحبيب الموريتاني تنبتغى قادر عن بلاد المسلمين. لا اله. ومن مقاطعة النعمة ينضم إلينا مباشرة مفادنا سعيد والحبيب. مساء الخير زميل سعيد. مساء النور. مساء النور يا أهلا بك زميل سعيد. كيف تعيش مقاطعة النعمة ظروف الحظر الليلي وأجواء التصدي لوباء كورونا؟ طبعا هذه يعني أسطوانة باتت يعني تتردد خلال الأسابيع الأخيرة. حظر التجول أصبح واقعا معاشا. اختراق هذا الحظر من بعض المواطنين لم نشاهده بشكل ملموس. تفاعل الناس مع هذه الإجراءات نلاحظ أنه يتحسن يتطور. الناس بدأت تتفهم في هذه المناطق أن هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل التضييق وإنما من أجل سلامتهم وحمايتهم من هذا الوباء الذي يفتك بشكل شرس. إذن النعمة بشكل عام ونحن فيها الآن تعيش هذه الأجواء بطريقة عادية. تفهم فيها الكثيرون هذه الوضعية وبدأوا يتعاملون معها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية النعمة هذه الأيام تعيش أجواء أخرى تتعلق بأزمة عطش طفيفة نتيجة لبعض التعطل الذي وقع لمولدات كهربائية تعمل على تزويد هذه المنطقة بالمياه سواء منطقة النعمة أو مرج تنبدغة أو غيرها من القرى التابعة لها. طبعا هذا الإجراء حرصت شركة المياه على أن تعمل على حل إشكاله وأن تعرف أسباب هذه انقطاع هذه المياه وبدأت بالفعل في العمل على إعادة تشغيل الشبكة الأولى على اعتبار أن إعادة تشغيلها تعتبر ضرورية في هذه المرحلة. ثم بدأت أيضا بتوزيع صهارج مياه على بعض الأحياء الهشة من أجل أن لا يتأثروا بشكل كبير من هذه الانقطاعات المتكررة للمياه. وهم يقولون إن العمل يجري خلال يوم يومين ستتم تسوية المشكلة بشكل عام. إذن هذه هي الأجواء بشكل عام في هذه المدينة التي كما أشرت عانت شوي قليلا عطشا والحمد لله تم تسوية الأمور. عدا عن ذلك لا متسللين ذكروا لنا في هذه الأيام
حتى الناس في مجالسهم العادية نتحدث إليهم يبدو أنهم بدأوا متأكدين من أن هذه الإجراءات هي لصالحهم. وفي هذا الإطار وتعميقا للحديث حول هذا الموضوع أستضيف معي هنا في هذا الشارع الفسيح وسط مدينة النعمة تماما حاكم مقاطعة النعمة السيد محمد محمود والشيخنا للحديث حول هذه الأمور وهذه الاهتمامات المتعلقة بمحاربة هذا الفيروس المستجد. أهلا وسهلا بكم سيد الحاكم محمد محمود والشيخنا. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بكم. لا تطونا فكرة عن هذه الظروف اللي عاشتها المدينة، ظروف العطش أولا، لأن بشروا طبعا تبشر الناس عن المن وبدأ فعلا يوزع وعنه مولي فم إجراء مبارك مع أهل إياك تنحل المشكلة بشكل جذري، يغير في نفس الوقت لا يتسلطون الضوء على الجهود المبذولة من أجل تطبيق الخطة الحكومية الهادفة إلى الوقاية بشكل حاسم من انتقال العدوى من هذا المرض، خاصة وأنه ظهر بشكل أكثر خطورة في بعض دول الجوار ونحن في منطقة حدودية. شكرا جزيلا. بما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بالمياه، فعلا نحن خلقنا انقطاع مفاجئ يوم الجمعة الماضي، لكن تم اتخاذ تدابير سريعة إن شاء الله وجبرنا البديل، وأكيد ما لا يتخلق إن شاء الله أزمة عطش إن شاء الله رب العالمين نتيجة للتدابير. تم إعادة تأهيل بعض الآبار التي كانت مهجورة في ظرف وجيز نتيجة الاستجابة السريعة والفعالة من طرف الشركة الوطنية للمياه. في هذا الإطار تم تأهيل الآبار كما ذكرت، هم تم توفير أيضا صهاريج كبيرة لتزويد المدينة بالمياه من بئر ارتوازي يبعد تقريبا 7 كيلومترات. ولنذهب إلى موضوع كورونا، لنتوجه إلى موضوع كورونا وهو موضوع أساسي في هذه الفترة. كيف تصفون لنا ظروف تعاطي المواطنين مع جهود الحكومة، وما هي الجهود التي تبذلونها للحد على الأقل من دخول متسللين، لأننا من حين لآخر نتحدث عن حدود شاسعة وعن علاقات اجتماعية وشعوب متجانسة، وبالتالي فإن المسؤولية هنا تعتبر مسؤولية أساسية في ضرورة تحمل مسؤولية دخول أي فرد قد يجر إلى قد ينقل العدوى لا قدر الله. احنا بداية العملية بداية سريان حظر التجول عدنا اجتماعين، واحد أمني وواحد تحسيسي، وفعلا الاجتماع التحسيسي رانا بالمناسبة التزمنا فيه التباعد الاجتماعي، وقسمنا المدينة على الأجهزة الأمنية وتم ضبط فعلا النهار الأول الثاني نتيجة لنا ساعة ساتة تجيهم بالعجلة واجهنا مصاعب شوي، لكن الأجهزة الأمنية تغلبت خلال نهارين على ذلك الوضعية واستمرت الأمور كما ينبغي، ما تفهم أي خرق اليوم، هذا ما تفي أي خرق ما لقى ابتداء من اليوم الثالث. ورأيك عدنا اجتماع مع التجار برئاسة السيد الوالي من أجل تثبيت الأسعار وعدم مثلا نزوع البعض الاحتكار إلى آخره. هم جبهة أخرى وهي جبهة الحدود التي فعلا بداية إغلاق الحدود الناس ما كان جاد عليها الإغلاق، واجهنا كثير من المتسللين، لكن بفضل وعي المواطنين واتصالاتهم المتكررة في الليل وفي النهار استطعنا التغلب على هذه الوضعية. كل مرة يبلغوا بحد يسوا الأجهزة الأمنية والطبية ويتحقق من قضيته، إذا عاد يحتاج حجر صحي ينحجر عليه، وإذا عاد ما يحتاجه إن تقبل معلومات ويؤكد أنه كان في موريتانيا لأكثر من 15 سنة خلوه. محمد محمود والشيخنا حاكم مقاطعة النعمة، شكرا جزيلا لكم. طبعا ستكون لنا عودة إليكم إن شاء الله في تقارير وتغطيات في نشراتنا القادمة. إليك زميل محمد حي. إذن شكرا زميلي سعيد والحبيب، ونتمنى أن تنتهي أزمة العطش في النعمة، لأن الماء كما تعلم ضروري في مواجهة فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك سعيد. ترأس والي أدرار اجتماعا خصص لتدارس آلية تزويد أسواق الولاية بالمواد الاستهلاكية الضرورية مع ضبط الأسعار.
في إطار حملة تحسيس ضد كورونا ومواكبة لعمل السلطات العليا في البلد. حضر هذا الاجتماع التجار وهيئات المجتمع المدني والسلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والمنتخبين ومندوبية التجارة. وقد أكد والي أدرار السيد جاجانا محمد الحاج على أهمية تعاون الجميع في سبيل تجاوز الظرفية الحالية بما تقتضيه من تآزر وتسامح بين جميع مكونات المجتمع. بدوره ترأس حاكم مقاطعة أطار السيد سيدنا والحمادي اجتماعا خصص لتدارس آلية مراقبة وضبط قرار حظر التجوال. شاركت في هذا الاجتماع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين ورؤساء الأحياء وهيئات المجتمع المدني. وبالعودة إلى نواكشوط، ينضم إلينا هنا في الاستوديو موفد الموريتانية إلى بعض ولاية الوطن مؤخرا في رحلة إنتاجية، أحمد معلوم المحمد، لنقف معه على أهم مراحل هذه الرحلة. أحمد معلوم، بداية مساء الخير والحمد لله على سلامتكم. أحمد معلوم، أولا ما هو أهم انطباع تولد لديك من خلال هذه الرحلة؟ شكرا. هذه الرحلة طبعا كانت رحلة شيقة وممتعة إلى حد ما رغم صعوبتها وعورة بعض المناطق التي جبناها. مكنتنا هذه الرحلة من الوقوف على أوضاع السكان في 3 ولايات من ولايات الوطن تشترك في مجموعة من الخصائص من حيث الموقع الجغرافي والحدود، مناطق حدودية ولاية البراكنة وبرغول وترارزة. استطعنا أن أو رصدنا هموم المواطنين ووقفنا على جهود التحسيس، شاركنا فيها، رصدنا تلك الجهود كلها التي تقوم بها السلطات الإدارية محاربة لهذا الفيروس الوبائي العالمي. لم لاحظنا أن ثمة جهد يبذل وثمة تجاوب مع هذا الجهد ورغم التحديات الكبيرة التي تطرحها هذه حدود هذه الولاية، لأنها مطلة على حدود شاسعة مع الجارة وهي كانت مفتوحة أو من الصعب أن تتم السيطرة عليها نتيجة لكثرة معابرها ونتيجة أيضا لتكيف المواطنين السكان الضفتين مع العبور. ثمة علاقات وطيدة، علاقات اجتماعية، علاقات تبادل ما بين الضفتين، وهذا يجعل من ضبطها أمرا صعبا. إذا كما فهمت مما قلتم أن السلطات المعنية إذا كانت أمام اختبار كبير، هل نجحت فعلا في هذا الاختبار؟ طبعا السلطات الإدارية هنالك والأمنية تبذل جهدا كبيرا لضبط هذه الحدود ولتطبيق حزمة الإجراءات بشكل عام، سواء منها ما داخلي من حيث حظر التجول، تطبيق إجراءات غلق الأسواق وتنظيمها ورقابة الأسعار والتعبئة والتحسيس. هذه جهود ملموسة، ثمة 3 محاور يتم العمل عليها. هذه المحاور طبعا من تعبئة وتحسيس إضافة إلى هذه الإجراءات، لكن المسألة الأهم والتي تكثف السلطات جهودها من أجل التغلب عليها هي قضية ضبط هذه الحدود ومنع التسلل. ثم جهد كبير يبذل، لكن الوضع صعب ويتطلب المزيد من اليقظة والحيطة والتعاون. ربما نكون هنا بحاجة إلى تعاون السكان أو بحاجة إلى أن يكون ثمة تنسيق مكثف ما بين سكان الضفة والأجهزة الأمنية والإدارية من أجل التغلب على تلك المصاعب. إذن أنت أشرت إلى أن السلطات تقوم بجهود كبير لكن يفترض تعاون المواطنين، هذا يعني أن هنالك حالات طبعا تمكنت من التسلل إلى نتيجة للروابط كما أشرت الاجتماعية، لأنك تجد الأسرة هنا هناك بعضها وبعضها هنا. وربما أن الوعي لم يصل إلى تلك إلى مستوى الدرجة المطلوب. أحيانا تجد متسللين، لكن ما أكدت لنا السلطات هنالك أن المواطنين دائما يرصدون تلك الحالات ويبلغون عنها، وهذا تجاوب كبير. لكن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوعي وبحاجة أيضا إلى المزيد من الصرامة في تطبيق تلك الإجراءات وتعزيز القوى الأمن الموجودة على هذه الحدود
لوقف تلك حالات التسلل التي تحدث من حين لآخر. لكن ثمة جهد على جهود يبذل على المواطنون. سيد أحمد معلوم لو تجاوزنا القضية المتعلقة بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية على مستوى الضفة على مستوى هذه الحدود المشتركة مع جمهورية السنغال من منطقة كيهيدي إلى روسو إلى آخره، يعني كيف أحسست بتخوف المواطنين من هذا الوباء؟ طبعا لن نسأل عن تجاوبهم لأن نعم. هذا التجاوب لن يحدث قبل أن يحس المواطن بخطورة. صحيح. المواطن طبعا لديه شعور بالخطر لأنه يسمع ويتابع وسائل الإعلام ويرى أن هذا الوباء أنه وباء فتاك ولا سبيل إلى له أو لمواجهته إلا بالوقاية. هذا شعور طبعا تجده عند جميع المواطنين، لكن من الناحية العملية والواقعية ثمة ما زالت بعض من المسلكيات لدى المواطنين الذين تجد لديهم هذا الوعي، تجدهم مثلا في اجتماعات كثيفة في مصافحة، معناه أن حجم التعاطي مع هذه الإجراءات ما زال دون المستوى، وهذا يتطلب مزيدا من التوعية والتحسيس، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من التوعية والتحسيس في هذا الخصوص. ثمة أيضا بعض من المواطنين الذين لديهم وعي طبعا بهذه مخاطر هذا الوباء، لكن ظروفهم تضطرهم إلى العمل، تضطرهم إلى ممارسة بعض من الأنشطة، لا يستطيعون البقاء في منازلهم أكثر، وهذا ربما يتطلب أيضا جهدا آخر من الدولة ومن الفاعلين الخيرين لمساعدتهم حتى يستطيعوا البقاء والالتزام بأماكنهم أكثر ومقاومة هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد. أحمد معلوم، كسؤال أخير وباختصار شديد، هل تعتقد أن تأمين العبور من منطقة النهر هو تحدي كبير لهذه الدرجة؟ طبعا هو تحدي كبير لأن هذه الحدود هي شاسعة حوالي 800 كيلومتر، هي حدود كبيرة حتى إن بعض المدن الحدود النهرية بينها لا تتجاوز حدود 20 متر 30 متر، والناس كما قلت في البداية متكيفون مع عبور هذه هذا النهر. إذن القضية صعبة إذا لم يكن ثمة تجاوب من المواطنين ويقظة أمنية ووسائل كفيلة بمراقبة هذه الحدود. بنعم أو لا، هل الأسواق مليئة بالبضائع الضرورية لحياة الناس؟ الأسواق في المدن الكبيرة المقاطعات مليئة بالمواد الغذائية، لكن ثمة بعض من الجيوب والقرى البعيدة التي تحتاج إلى المواد الغذائية وإلى تموين أسواقها، خاصة حدود المناطق الموجودة مع الحدود مثلا دار البركة، مركز في مثل مجموعة القرى الموجودة في تلك الجزيرة في بلدية نجاكو أيضا والقرى المجاورة لها، هؤلاء يحتاجون إلى إمدادات سريعة. معلوم باختصار شديد، بنعم أو لا، هل هناك ارتفاع ملاحظ في الأسواق في هذه المدن؟ تضارب، ثمة من يقول بأن ثمة ارتفاع، لكن الغالب يعمى لا ارتفاع في الأسعار ولا نقص فيها. إذن زميل أحمد معلوم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات والحمد لله على سلامتكم. قام حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي بتوزيع بعض المواد الغذائية على الأسر الفقيرة في أحياء العاصمة، ويأتي هذا العون المقدم من طرف الحزب في إطار مواكبة الجهود التي تقوم بها الدولة الرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. رئيس حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي السيد رشيد والمحفوظ ثمن في كلمة الجهود المقام بها من طرف الدولة والتي ساهمت في الحد من انتشار الوباء. الحكومة ككل قامت بدور قوي وجبار في من ناحية هذا المرض اللي هو الفيروس كوفيد 19، ومرض خطير دولي، والحمد لله موريتانيا في الحقيقة سلكت من ذيك الوضعية، ونحن مشجعين نحن كمواطنين كحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، اخترنا نحن مولي بدورنا نقوم بمساهمة بسيطة للشعب الموريتاني هذه المواد الغذائية اللي رأينا نعدلوا، ولا نحاولوا إن شاء الله تعالى مع كل جهود عندنا تمو كل ظرفية نحاول نساعدوا مولي أخوتنا وأهالينا في هذه المساعدة على كل حال بسيطة، يا غير مولي خالصة من نوايا ذكية صادقة
وهذا بالتالي أنا بقى مرحب بالدولة للجهود. هذا المرض في الحقيقة متأثر منه العالم ككل، وهذا في الحقيقة ما عندنا كون نقدر نساعدوها بهذا النوع من المعاونات البسيطة للشعب الموريتاني. طلبت نقابة صحفيين الموريتانيين الإعلاميين القيام بدورهم بكل مهنية والمساهمة في كل مجالات العمل الوطني ودعم الجهود المقام بها للحد من انتشار وباء كورونا. وأضافت في بيان تلاه نقيب النقابة سيد محمد سالم ولداه اليوم بمقر النقابة في نواكشوط أن الصحفيين مطالبون بالمساهمة الفاعلة في توعية المجتمع بمخاطر هذا الوباء وطرق وآليات الوقاية منه. وأشار البيان إلى أن النقابة ودعما للجهود الحكومية والشعبية في مواجهة جائحة كورونا أعدت سلسلة من الرسائل التحسيسية لإطلاع المواطنين على أهمية اتباع مختلف الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها للوقاية من هذا الفيروس القاتل. أطلقت النقابة الوطنية للصحة العمومية صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط حملة وطنية للتصدي لجائحة كورونا تحت شعار إلزم بيتك. وستشمل هذه الحملة جميع ولايات الوطن وذلك بالتنسيق مع المكاتب الجهوية للصحة. وخلال انطلاقة الحملة أكد رئيس النقابة السيد الشيخ الولي الأحمد أن الحملة تستهدف نوعين من الناس يتعلق الأمر بمهني قطاع الصحة من فنيين وقابلات وممرضين، وذلك عبر التكوين على طرق التعامل مع الوباء والحماية منه. كما يستفيد المواطنون من هذه الحملة من خلال نشر الثقافة الصحية وتوزيع بعض رسائل الوقاية كالكمامات ومواد التعقيم. نظمت دار المجتمع على مستوى مدينة الوديب صباح اليوم حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمشاركة المنظمات غير الحكومية المنضوية تحت هذا التنظيم الجمعوي. وشملت الحملة توزيع منشورات ومواد نظافة وتعقيم داخل المحاور الطرقية الرئيسية على مستوى الوديب. وأكد سيد يحيى ولدد رئيس دار المجتمع المدني أن هذا النشاط التعبوي مواكبة لجهود السلطات العمومية التحسيسية لمجابهة هذه الجائحة. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. سلطة منطقة وذيب الحرة تباشر عمليات رش وتعقيم شوارع العاصمة الاقتصادية وذيب وكبريات الأسواق في المدينة. هيئة التضامن للبنك الوطني الموريتاني تقدم مساعدات طبية تضم أجهزة لفحص كورونا ومخابر لصالح وزارة الصحة. عمليات التوعية والتحسيس تتواصل على مستوى جميع ولايات الوطن وتجاوب المواطنين هو العنوان الأبرز. نهاية هذه النشرة، لكم تحياتي أنا محمد الحي وزميلتي بلغة الإشارة أسماء متعثمان. وبإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أعود فألتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلكم الحين في أمان الله.